ذكر طرق العلل المستنبطة. هذا وأما طرق المستنبطة سبر مناسب وشبه فضبطة، والدوران الطرد والخلف بدا في الكل لكن بعضها أقوى يدا. فالسبر أن تحصر وصف الأصل مختبرا له بنور العقل، فتبقي ما يصلح للتعليل وتحذف الباقي عن الدليل. مثاله في علة الرباء الطعم والكيل إلى الإحصاء، فالكيل باطل وأما الطعم يصح أن يبنى عليه الحكم. ويكفي أن تقول قد بحثت فلم أجد غير الذي ذكرت، فإن بدا وصف سواه لزما إبطاله فإن فعلت سلما. ويحذف الوصف الذي قد علما إلغاؤه من الرسول فاعلما، كذاك ما لم يظهر المناسب فيه فإن وجهه مراقب. وإن بدا من قوة المناسبة بينهما فذلك المناسبة، وسمه إذا أتى معتبرا بالنص أو إجماعهم مؤثرا. مثاله التحريم للإسكار وهكذا القتال للإكفار، وإن أتى والحكم في محلي فإنه ملائم فاستجلي. مثاله تأثير عين الصغار جنس الولايات لطفل أصغر، وإن أتى والاعتبار قد جهل فذاك مرسل أجيز أو حضل. ومذهب الأصحاب أن يعلل به لما دل عليه مجملا، مثاله جعلهم الميراث لطالق في مرض ثلاثا. وإن يكن إلغاؤه قد علما فهو الغريب أخذه قد حرما، كعدم اجتزائه بالعتق مظاهر لغرض في الحق. وربنا أوجبه مقدما ثم الصيام بعده إن لزما، وأوجب الصيام في ابتدائي فقيههم مع ذلك الإلغاء. والشبه أن ينعدم المناسب ويبقى فيه شبه مقارب، شابهه في غالب الأحوال كالعبد مثل الحر أو كالمال. وقد يكون شبها في الصور كالخيل في الزكاة مثل الحمر، وشعر يحجر منه النظر أبين مثل شعر لا يحجر. والدوران أن يدور الوصف مع حكم إذا دار وإن زال ارتفع، فإنه بالدوران يعلم بأنه علته ويحكم. مثاله التحريم عند الشدة وينتفي عند انتفاء الحدة، والطرد أن يوجد حيث وجدا ولا يزول الوصف حيث فقدا. ولم يكن مناسبا والأعدل رد قبوله وقيل يقبلوا.